مدعوينها جمهورية فدرالك سوماليا حاسن شيخ محمودي وفدي وهقامين ايا ايا وحا قاري قران كديارة ده هادس ابابا يدالك ايدوبيا وفدي قاني ايا مدعوينها جمهورية فدرالك سوماليا وهقامين ايا قران كديارة ده مقالة ده هادس ابابا كسو دوي ايا رئيس الوزارة ايتوبيا ابي احمد انتي ومدعوينها كسو قيا دالك ايتوبيا ايا وحا وكلام الله يلان دونا رئيس الوزارة ايتوبيا ابي احمد كواسي او اي كوضا حد دونا سيدي لو حوجين لها اسكاشيغا يحرير كسو جرينكا اي كدع يلا بدا دالا غارهان حلو هلي دا عقبادها ابني دقالة اي سياسة دا اي ودا جيركا كو وجاها يلا بدا دالا مدحويناها جمهورية دا فدرالكا سوماليا حاسن شيخ محمود ايا هوري دلالكا ديرسكالا سوماليا سيدا كيا جبوتي الى تريا سعدال كومري اساغا اونا هاتان كسو غبغبايا سعدال كا ايتوبيا او كو تغيا دلال كا ديريس كلا اح سوماليا وحانا لفلا يا ان لبادان دل اي ودا غاران هشيسيا دورا اي كميتا هيا دان كا سياسة دايا ابنغا قدها دل كا سوماليا مريان علي نور مارزا سي بي اي تي في مقدشو.